السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. يوم جديد من ايام الجمال في اسكندرية، جميلة الجميلات. احنا سايبين ورانا منطقة سبا باشا ونوادي النقابات، كنا عملنا حاجات كتير هناك هتطلع في دايرة الاي. النهارده هنكتشف اسرار منطقة ستانلي، الحي الانجليزي الراقي، هنشوف الكوبري والشاطئ والقصور والمحلات، كل حاجة في ستانلي هنشوفها النهارده، فيلا بينا. المنطقة اتسمت ستانلي نسبة للرحالة الإنجليزي هنري ستانلي مكتشف منابع نهر النيل. الحي أنشئ على الطراز الإنجليزي وكان بيقطنه جاليات إنجليزية ومن جميع الجنسيات. المبنى ده كان كازينو وملهى ليلي شهير جدا في اسكندرية اسمه كوت دازور أو كوت دازور، ده اسم الريفيرا الفرنسية الشهيرة، وعلشان كده يمكن الفندق اللي بعد كوبري ستانلي كان اسمه أزور. وكان الكازينو ليه اسم تاني السفينة علشان شكله مدي شوية كده على سفينة، وكان ليه اسم تالت السرايا. وحنلاقي ان لسه لغاية دلوقتي في مطعم قصاده الناحية التانية اسمه السرايا. الملهى الليلي ده ظهر في فيلم ابي فوق الشجرة لعبد الحليم حافظ بعد ساعة وثلاثين سنة. هحط لكم الصورة اللي ظهر فيها الكازينو، ولو اللي في الفيلم كان بيحصل فيه بجد الحمد لله انه اتقفل. تعالوا بقى نتكلم عن كوبري ستانلي البديع اللي أصبح واحد من معالم اسكندرية الجميلة والمهمة. الكوبري تم تشييده سنة 2000 وافتتاحه في 2 سبتمبر 2001، والحقيقة إنه من أروع المنشآت الحديثة، وكان في توفيق لأبعد الحدود في تصميم الكوبري على طراز أبراج قصر المنتزه، الطراز الفلورنسي الإيطالي. التصميم إدى بعد وقيمة سياحية للكوبري فائد بكتير جدا القيمة المرورية اللي اتعمل علشانها، وأصبح مزار لكل أهالي ورواد اسكندرية الجميل، ومكان لأغلب الفعاليات، وصور عليه مشاهد سينمائية وتلفزيونية لا حصر لها، ويعتبر أول كوبري بيخترق البحر. شكرا شركة المقاولين العرب على العمل الموفق ده. كوبري ستانلي طوله 400 متر وعرضه 21، وتكلف سنة 2000 30 مليون جنيه. ومع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي الكوبري اتحول لأشهر ملتقى للأحبة والأصدقاء في اسكندرية، حيث توضع الإقفال بأسماء المحبين على سور الكوبري على غرار جسر الفنون اللي بيعبر نهر السين في باريس. دلوقتي اتمنع على سور الكوبري الرئيسي وضع الإقفال، لكن لسه في مكان للإقفال آخر الكوبري، تعالوا نشوف. وأصبح كوبري ستانلي مكان قصص اللقاء والوداع، وللأسف في بنات عبيطة حاولت الانتحار قفزا في البحر بعد ما قرر بطل الهمام انهاء العلاقة. يا بنتي محدش يستاهل تخسري علشانه دنيتك واخرتك، ربنا يهدي. لكن بعيدا عن الهزار ده، كان في قصة قلبت الرأي العام في مصر من 4 سنين، من أخطر القصص المؤثرة، قصة عرفت بغريق ستانلي. واحد سكران صدم 3 شباب زي الورد، كانوا واقفين على الكوبري بيتصوروا، دخل في الشباب ورماهم بالسور اللي وراهم في البحر، وقعوا هما والعربية لأ ما وقعتش، نزل منها يقول العربية باظت، العربية باظت، حسبنا الله ونعم الوكيل. الكلام ده كان في عز الشتاء والنوة، الموج سحب الشباب، تم إنقاذ 2 منهم، والشاب التالت كان شاعر اسمه محمد حسن، لم يتم العثور عليه. من اللحظة دي قررت والدته ربنا يصبرها ما تسيبش كوبري ستانلي، وبقت تكلم البحر وتدعي ربنا إنه يعيدوا ليها سالم أو على الأقل علشان تدفنه. 7 أيام وهي بتكلم البحر وترفض العودة البيت من غير ابنها، ولما ما لقوش فايدة منها فتحوا ليها كابينة من كباين شاطئ ستانلي تستريح فيها. المشهد ده خلى 300 غطاس ومنقذ من جميع أنحاء مصر يجوا من كل حتة علشان يدوروا على محمد. واحد منهم قدر يعثر عليه داخل كهف في الصخور والجثة متحللة من غير ملامح، وتم عمل تحليل DNA للتأكد من هويته. محمد الله يرحمه نحتسبه شهيدا، والله حسيبه، وربنا يربط على أهله ويرزقهم الصبر والسلوان. لكن صاحب السيارة خد 3 سنين، 3 سنين للأسف، لكن لسه في عقاب ربنا.
شاطئ ستانلي من أعرق وأشهر شواطئ اسكندرية، تم إنشاؤه على شكل نص دائرة ويحتوي على كباين 4 أدوار بتطل على خليج ستانلي، تم إنشائها 1932. كان شاطئ الفنانين والمشاهير ومثل فيه العديد من الأفلام. الشاطئ من الشواطئ السياحية، لو شفتوا السلسلة بتاعت شواطئ اسكندرية الدليل الكامل اللي فيها كل شواطئ اسكندرية هتعرفوا لوحدكم سياحي يبقى الفرد ب 25 جنيه. الشاطئ آمن جدا ومراقب تماما بالكاميرات، في مجموعة من الكافيهات والمطاعم بتطل على الشاطئ مباشرة وعلى الكوبري. ان شاء الله نشوف بعضها في الفيديوهات اللي جاي. حكايات ستانلي لا تنتهي، كان من 4 أيام كلام كتير عن القطة اللي تم انقاذها بعد 8 شهور، 250 يوم بالتمام والكمال وهي صامدة بتتحدى النوات والموت. القصة بدأت من 8 شهور لما قطة صغيرة وقعت من فوق الكوبري علشان تقع على واحد من أعمدة الكوبري، محدش عرف ينقذها لأنها كانت بتخاف وتستخبى. المهم أولاد الحلال كانوا بيرموا ليها أكل وشرب بحبال من فوق الكوبري لغاية ما فريق الإنقاذ لقى طريقة لإخراجها من محبسها بعد 8 شهور في صراع مع الموت. ده فندق ومطعم سان جوفاني. الفندق بناه واحد يوناني اسمه بينايوتي، كان مقيم في اسكندرية سنة 1939، واختار للفندق موقع على رأس خليج وشاطئ ستانلي. الفندق 3 أدوار، فيه 32 غرفة وعشر أجنحة فيهم جناح ملك. الملك الحالي مصري اشترى الفندق سنة 1971. لما جم يبنوا الكوبري سنة 2000، المحافظة قررت هدم الفندق علشان يضموا مساحته للكوبري. قامت حملة كبيرة من عدد من المهتمين بالتاريخ السكندري، ونجحت الحملة في إلغاء القرار اللي اقتصر على هدم أحد مطابخ الفندق لاعتراضه جسر الكوبري. بتزين الفندق جدارية بتمثل أعماق البحر، جدارية في منتهى الجمال زي ما حضراتكم شايفين. ده قصر سباهي باشا من أعرق قصور الحي الإنجليزي، حي ستانلي. صاحب القصر سباهي باشا رائد صناعة الغزل والنسيج في مصر وصاحب مصانع الغزل والنسيج في العشرينات والثلاثينات. هاجر من الشام لإسكندرية في العشرينات وبنى مصنع الغزل والنسيج في محطة الرمل، وقتها كان الأشهر وكان اسمه مصنع سباهي، اللي بعد التأميم بقى اسمه مصنع السيوف للغزل والنسيج ولسه موجود لحد دلوقتي. سباهي باشا قرر يسكن على البحر، يروح فين؟ يروح الحي الإنجليزي في ستانلي. اشترى أرض وبنى الفيلا اللي قدامنا دي، بناها على الطراز الإسلامي. في مطاعم معروفة كتير في منطقة ستانلي ورشدي، في عندنا جاد، وجاد في قاعدة حلوة فوق، وفي حلواني لابوار، وفي بلبن، وفي فروشدي ماكدونالدز وبيتزا هوت وكنتاكي، في كمان هارديز ومطاعم تانية. دي كانت محاولة لمعرفة أسرار منطقة ستانلي. ستانلي النهار حمادة وبالليل حمادة تاني أجمل بكتير، ويبقى من حظك لو شفت زفة اسكندراني على كوبري ستانلي. هنكتفي بهذا القدر وإن شاء الله نشوف بعض من كافيهات ستانلي اللي في قلب البحر في الفيديوهات اللي جاية. شكرا لحضراتكم، لو الفيديو عجبكم ادعمونا بلايك وشير وتعليق، ولو أول مرة تشرفونا بالمشاهدة زيدونا شرف بالاشتراك وانضمام لأسرة على سبيل الجمال، ونوعدكم بالبحث الدائم على أماكن الجمال والبهجة في مصر. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.